أريد أن أتحدث عن طفل عانى وما زال يعاني ويلات الحرب ولا أحد يهتم، عن طفل حقوقه مسلوبة، أيامه معدودة وكأنه في فترة عقوبة، ويقولون وقعنا اتفاقية السلام، فبربكم أين السلام؟ أتحدث عن طفل ترك المدرسة لأن المعلمة تقول أنت مهمل والمديرة قائلة اذهب إلى بيتك فأنت لا تملك حق الدراسة، والطفل يبكي لقد أخذت الحرب أهلي فبربكم أين السلام؟ وإعلام يقول تم السلام فبربكم أين السلام؟ أحلامه دمرت، طموحاته أحرقت، فحلمه أن ينام على وسادة وأن يواصل تعليمه، كل شيء قد انتهى، لكن بعد كل هذا ما زالت إرادته قوية، وما زلنا نطمح معه بأن الحال سيتغير وسيأتي السلام، فإراداتنا موجودة منذ أن خلقنا على أرض غطتها الدماء وكثر فيها الإجرام، كبار صامتون وأطفال فقدوا الأمل، دولة تبحث عن نظام نسيت معنى السلام، صدمنا الواقع أكثر من مرة حتى صارت أعمارنا مرتبطة بميلاد حريتنا، سأبحر بسفينتي فاردة شراعيها محملة بالإيمان وسأجد السلام، وإن لم يأتي سآتي به وبرفقته أمن استقرار ودفء.